رسالتهم مطولة لكنها تدور حول جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يناقش ويقول: ما رأيكم في الجهر بها أثناء الصلاة، هل هو واجب أو لا؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. المستحب في الاستعاذة والبسملة الإسرار في الصلاة، الإسرار بهما في الصلاة، ويستعيذ بالله من الشيطان سرا، وكذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل القراءة سرا، لأن الأحاديث تدل على ذلك، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم كانوا يسرون البسملة ولا يجهرون بها، هذا هو السنة. طيب، وإن جهر بالبسملة في بعض الأحيان نعم فلا بأس بذلك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.